النهارده الحصه بتاعتنا فاندمنتالز، هي بتصنف كبيجنر كونتنت، يعني محتوى الكورس مبتدئين، بس في ناس كتير جدا حتى بيبقوا شغالين فوتوشوب وبيبقوا بياخدوا كورسز ادفانسد، بس ما بيبقاش عندهم علم عن الحاجات دي او ما عرفوهاش بشكل صحيح. هنبدا نفتح الفايل اللي انا اديته لكم دلوقتي. هنفتح اول صوره مكتوب عليها البيت ماب، نفتحها في الفوتوشوب. تمام، كلنا فتحناها. طيب، المعلومات في الفوتوشوب ليها ثلاث صور او ثلاث انواع، اما انها بتكون بيت ماب، او انها بتكون راستر ايمج، او بتكون فيكتور. تمام. البيت ماب دي اللي هو يعني زي ما بيقولوا خريطه من البيكسلز. احنا لو عملنا زي ما انا هعمل دلوقتي، هنروح على الزوم تول، تمام، ندوس عليها ونتأكد إن السكرابي زوم ما هو شغال فوق هنا. خلاص، هدوس على الصورة وأروح ناحية اليمين. تمام، بتزوم معايا. نفضل نزوم لغاية لما نشوف المنظر ده قصادنا كده في المأذنة. تمام، ده البيت ماب. البيت ماب بتبقى عن خريطه فيها بيكسلز، او بتحتوي مجموعه من البيكسلز اللي هي مكونه من لونين، صفر وواحد، وده الشكل البيزك بتاع البيت ماب ده. الصفر اللي هو البيكسل السوداء، والابيض والواحد اللي هو البيكسل البيضاء. الفوتوشوب بيقرا ده، او بيقرا الخريطه دي، او بيفسرها، فبتطلع علينا الشكل النهائي للمأذنه ده. يعني انا لما ببدا اعمل سكرول اوت، ابص هلاقي ان انا ما بدات ما ميزش البيكسلز، بقت كلها تبدا تصغر بالنسبه لي، وبدا يعمل لي اليوجن او وهم بشكل المأذنه. تمام، زي ما انتم شايفين كده. البيت ماب دي دايما بتبقى عباره عن 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 صوره بلاك اند وايت، ابيض واسود بس، ما بيبقاش فيها الوان، لان هي ده اللي هو الشكل الرو لاي صوره، ان هي عباره عن صفوف من البيكسلز، او صفوف من ال تبقى عبارة عن صفوف من البيكسلز مكونة من بيكسلز بيضاء وسوداء، تجمعهم مع بعض أو تكرارهم مع بعض هو اللي بيخلق لي الإليوجن أو الصورة بتاعي ده. في المقابل، أنا لو كل بيكسل من دول عبارة عن بت. تمام، كل بيكسل من دول عبارة عن بت. البت دي اللي هي أقل وحدة تخزين للبيانات. فعشان نعرف الصورة دي مثلا فيها كام بت، هنيجي نبص تحت هنا كده، هنلاقي ان الصورة دي فيها 5.73 ام. ده معناها ان فيها حوالي تقريبا 500 اللي هو 5 مليون بايت. لا، فيها 5 مليون بايت. البايت الواحد فيه 8 بت. تمام، فاحنا لو عايزين نعرف عدد البايتس اللي البتس اللي موجودة في الصورة دي، او كم البيانات او الداتا اللي موجودة في الصورة دي، ناخد الرقم اللي تحت ده اللي هو حوالي 5 مليون او 6 مليون، ونضربه في 8 عشان نعرف فيه كام بت في الصوره الواحده، في ايه كم المعلومات المختزن في الصوره دي. تمام، المشكله في الجري سكيل دي ان هي ده الشكل البيزك قوي للصوره. فلو انا مثلا جربت اعمل سيلكت على الصوره اللي هي البيت ماب دي، هبص ان هو بيرفض. ليه؟ لان مفيش حدود فاصله او حدود محدده، هي الصوره بيزك قوي لدرجه انها ما بتدعمش السيلكت واللاير، ما اقدرش اعمل عليها سيلكت ولاير. عشان اعرف اعمل مثلا عليها سيلكت ولاير، هضطر ان انا اروح لايمج لمود واختار الجراي سكيل، ونختار اللي هو السايز ريشيو 1. تمام، عملته معايا. قائمة image مود، اختار gray scale في البيت ماب، يبقى انت مش فاتحه البيت ماب. اول صورة البيت ماب عندك سيلكت عليها. طيب، انتوا جربتوا بسيركو كلكم جربتوا ولا لا؟ سيلكت عندكم؟ سيلكت عندك؟ طيب، ممكن تقفليها وتفتحيها تاني؟
المفروض يطلع معاكم المنظر ده كده. could not use the quick selection. انتوا بتختاروا على اي سيلكت اصلا؟ احنا هنختار الكويك سيلكشن مود. تمام، عارفين الكويك سيلكشن؟ التول بتاعت الكويك سيلكشن لو ندوس عليها تطلع لنا المسج دي: could not use the quick selection because it does not work with bitmap image. لانها صوره خام، صوره اقل مقدار من الداتا موجود، او ابسط صور، ابسط صوره تمثيل، ابسط الطرق لتمثيل صوره على الكمبيوتر عندي او على البرنامج. عشان اعرف ابدا اعمل عليها سيلكت مثلا، بروح لقائمه ايمج مود واختار جراي سكيل. الفرق ايه؟ ان هي الصوره فضلت بنفس الفورم بتاعها، بس بدا يتعامل معاها على انها درجات من الرمادي، ان الصوره ما بقتش عباره عن بيكسلز بس من اسود وابيض، بقت العكس، اسود وابيض وفي ما بينهم توزيع كبير من درجات الرمادي. فلو بدات اعمل سيلكت مثلا هلاقيه بدا يعمل سيلكت معايا. واحد سيبها زي ما هي، واحد. تمام، بدا يعمل سيلكت معايا، بس المشكله ان هنا الصوره مش بتتقري على انها بيكسلز، فبيبقى الحد الفاصل ما بين مثلا قوس القبه ده او حدود المأذنه دي وبقيه السماء مش واضح قوي، يعني مش دقيق، مش زي مثلا لما اجي اتعامل مع فيكتور مثلا. فنختار الاليبس تول، لو لما اجي اعمل هنا كده فيكتور مثلا، ده فيكتور. لما باجي اقف على فيكتور بلاقيه متحدد مباشرة، يعني هو ده، مفيش مجال للنقاش، حدوده واضحة ومعلوماته واضحة عكس الصورة. لما هاجي اعمل مثلا سيلكت على فيكتور بالكويك سيلكشن بيعمل سيلكت مباشرة وهيقف عند، يعني كده المفروض هو بيبقى اوريدي سيلكتد. نعمل كده، اول ما بنكريت الفيكتور هنلاقيه حدوده واضحه وهو سيلكتد، لان مفيش مجال لشك ان هو ده، البيكسلز بتاعته واضحه، لان هو الفيكتور ده بيبقى عباره عن معادلات رياضيه. المعادلات الرياضيه دي بتحدد، انا ممكن اعمل له سايز، اكبره، اصغره، بتحدد الحدود بتاعه، فدي مفيش فيها مجال للنقاش مقارنه بالبيت ماب مثلا او الخريطه. تمام، هنبدأ دلوقتي نروح على الفايل تاني، نفتح الصورتين رقم 2 و3 معايا في الفوتوشوب. عادي ممكن تقفله. ونخلينا في الصورة اللي اسمها صفر، اللي هو 2، اللي هي الجراي سكيل. تمام، كلنا فيها دلوقتي. هنبدأ نشوف الأول الفرق بين الصورة الجراي سكيل الأوريجينال، مش اللي أنا بحولها مثلا من بيت ماب لجراي سكيل. فهبدأ برضو أروح أفتح أداة الزوم في الفوتوشوب. تمام، وأبدأ أزوم مثلا على جزء منها. شايفين الفرق؟ الفرق هنا ان الصورة دي ما بقتش مكونة من الجزء ده مثلا، ما بقاش مكون من بيكسلز بيضة وسودة، لا ده بقى مكون من مجموعة من البيكسلز
ومن درجات من الرمادي. يعني في مثلا هنا مثلا ممكن نقول رمادي بنسبة 97%، وبعدين في تدرج رمادي هنا، وبعدين لما في برضه ألاقي درجات من الرمادي مختلفة زي ما انتم شايفين كده. وعشان كده اسمها جراي سكيل، لانها بتحتوي على الاسود والابيض، مش بس كده لا، وبتحتوي على سكيل كبير جدا من درجات الرمادي. خلاص، عشان افهم ده اكتر ممكن اقوم رايح دايس على F8. تمام، كلكم دوسنا على F8، واروح على الاداة اللي في الاول دي واختار جراي سكيل، واروح على الاداة اللي جنبها واختار RGB color. تمام، وعايزكم تبدأوا تتحركوا على الصورة وتشوفوا ايه اللي بيحصل. الصورة الجراي او اللي فيها درجات جراي بتقاس بمعيار اسمه الانك او الحبر، وفي المقابل في اللي هو RGB اللي هو الالوان الرئيسية اللي هو بتتكون منها كل الالوان، اللي هو الاحمر والاخضر والازرق. اشوف مثلا ان انا العلاقة دايما ما بين المعيارين دول علاقة عكسية، فالمكان مثلا اللي بشوف فيه الاقي ان الاحمر والابيض والاحمر والاخضر والازرق مثلا مديني قيمه 208، يعني ممكن نقف في الجزء اللي في اليمين ده، هنلاقي ان نسبه الحبر 24. ده معناه ان كل ما تعلى قيمه الار والجي والبي مقدار الجراي سكيل بيقل او بيفتح، يبقى اللون يعني بيقرب للابيض. تمام، هروح مثلا اقف عند المأذنه هنا كده، هبص هلاقي ان الكي او الانك بقى 95، وهبص هلاقي ان الار والجي والبي بقوا 19. ده معناه ان كل ما يعني ما بقرب للمية، كل ما مقدار الانك بيزيد، كل ما اللون الرمادي او درجة الرمادي بتزيد عندي، وقيمة الار والجي والبي اللي هو الاخضر والازرق، الاحمر والاخضر والازرق بتقل. تمام، الجزئية دي واضحة فيها مشكلة؟ طيب خلاص، خش على ويندو ال F8 برضو ممكن نوصل لها عن طريق قائمة ويندو، وبعدين انفو. لقيتي انفو؟ فتحت عندك. خلاص، زي ما قلنا نجي عند البيكر الأولاني ده ونختار جراي سكيل. خلاص، البيكر ده نختار فيه جراي سكيل، والبيكر التاني ده نختار فيه الار جي بي. تمام، اوكي، نبدأ نقف في مكان مثلا من السما هنا كده مثلا على اليمين، هنلاحظ ان قيم الار والجي والبي تقريبا بتقرب للماكسيمم بتاعها. الماكسيمم بتاع قيم الار والجي والبي 255، دي اقصى قيمه بتوصل لها، اللي هو البيور وايت. لما يكون الار والجي والبي كلهم 255، ده كده البيور وايت، او اللي بيمثل عندي بعد كده برضو باللي هو اللي هو الستة اف. هبص هلاقي ان في المقابل قيمه الانك او الحبر اللي موجوده عندي عباره عن 24%، فمعنى كده ان العلاقه ما بين قيم الار جي بي وقيمه الانك في الجراي سكيل علاقه عكسيه. كل ما يقل قيمه الانك كل ما تزيد قيمه الار والجي والبي، لان احنا بنقرب للون الابيض، وكل ما تزيد قيمه الانك زي مثلا في المأذنه هنا 95 كل ما بنقرب للون الاسود فتقل قيم الار والجي والبي اللي هو زي عشان تقرب للون الاسود بتاعي، اللي هو اقل قيمه صفر واكبر قيمه في الار والجي والبي 255. هنلاحظ هنا في الصورة بتاعتنا إن هنا مكتوب في الجزء ده كده جراي داش 8، وفي منكم هيبقى جنب التمانية دي مثلا هاشتاج كمان. وضحتوا ده؟ ده معناه عدد البيتس اللي في التشانل الواحد، إن دي صورة جراي سكيل فيها 8 بت في كل تشانل. التشانلز دي اللي هي إيه هنا كده؟ لو جيت في البانلز اللي على اليمين عندي واخترت، هتلاقي جنب اللايرز كلمة تشانلز، دي شانل واحدة. أي أيتم هتلاقوها هنا دي عبارة عن شانل واحدة. الواحدة من دول أو الواحدة من دي فيها 8 بت، فيها مقدار معلومات ممثل ب 8 بت. تمام؟
فمعنى ان هو يقول لي ان دي صوره جراي سكيل داش 8، ان دي صوره جراي فيها 8 بت في التشانل، عشان اعرف برضو الاوبشنز اللي موجوده بالنسبه للتشانلز دي. ممكن اروح على هنا ايمج ومود، هبص هنا الاقي ان في 8 بت بير تشانل، 16 بت بير تشانل، 32 بت بير تشانل. ده معناه ايه؟ ان كل ما بتزيد القيمه دي، كل ما بتبقى التشانل الواحده شايله مقدار من المعلومات اكبر. تمام؟ كل ما تزيد المعلومات دي، وطبعا لان دي صوره جراي سكيل، لو انا مثلا قمت رايح مختار 16 بت بير تشانل، الكواليتي بتاعت الصوره مش هتختلف في حاجه، بس ده معناه ان التشانل الواحده هتشيل قدر من المعلومات اكبر، فهيبقى حجم الملف اكبر. تمام؟ بصي لو احنا مثلا رحنا على الصورة التانية اللي هي صفرين تلاتة اللي هو color hex، فتحتيها معايا. تمام، هبص هنا في الشانلز دي، هبص الاقي واحد اتنين في واحد اتنين تلاتة شانلز منفصلين، وشانل اللي هي الار جي بي اللي بتجمعهم كلهم، كل واحدة من دول شانل هتعبر لي عن ايه، لسه هشرحها هتكلم فيها، هي كل شانل بتعبر عن ايه في الصور المالتي شانل. بس لغايه دلوقتي خلينا في ان الصوره الجراي سكيل دي هي صوره بتتكون من شانل واحده بتمثل درجات الرمادي، فيها مشكله؟ تمام، الشانل الواحده دي شايله مقدار من المعلومات رقمه 8 بت، او لو فلما اتغيرت مثلا، لما انا غيرتها من قائمه ايمج ومود وادجست مود واخترنا منها مثلا 16 بت، اتغيرت بقت كلمة جراي داش 16، ده معناه ان الصورة او الشانل الواحدة شايلة 16 بت، مقدار معلومات اسمه 16 بت. في حالتنا دي مش هيفرق في كواليتي الصورة في حاجة، الا ان حجم الصورة هيزيد لان بقت الشانل الواحدة شايلة مقدار اكبر من المعلومات. تمام؟ في لغاية هنا اي مشكلة؟ تمام، او في حاجة انت مش فاهمة، في حاجة مش فاهمها او مش واضحة؟ تمام، اوكي. هنفتح الصورة التالتة اللي هي الكالر هيكس دي. تمام، فتحناها كلها. خلاص فتحنا خلينا في الار جي بي دلوقتي، ما تعملش حاجه. تمام، كله معايا؟ ماشي. الكالر هيكس ده اللي هو زي ما بيقولوا توزيعة الالوان او دايرة الالوان، او الشكل بيمثل الالوان اللي موجوده عندنا، او مقدار الالوان اللي عين الانسان بتستوعبها. هنلاقيه ان هو عباره عن الالوان الرئيسيه بتاعتي اللي هي الجرين والريد والبلو اللي هو الاخضر والاحمر والاخضر والازرق، وما بينهم الالوان الناتجه عن التداخل بتاعتها اللي هي السيان والماجنتا واليلو. خلاص، عشان نفهم الشانلز اكتر واحنا في الصوره دي هنبدا نتحرك للشانلز. خلاص، هنبص هنلاقي عندي شانل اسمها الريد، وشانل اسمها الجرين، شانل اسمها البلو، شانل اسمها الار جي بي. كل الشانلز دي، كل شانل من الشانلز دي بتعبر عن ايه؟ لو احنا مثلا وقفنا في الشانل اللي هي الريد دي، هنلاحظ ان كل ما بنقرب للون الريد بتلاقي ان الشانل دي بقت ابيض، وكل ما بنبعد عنه لغاية لما نوصل للون اللي ما فيهوش أي درجة من درجات الأحمر اللي هو السيان في الحالة دي بقى الأسود. ده ليه معمولة كده، أو ليه بالمنظر ده، أو ليه هي أبيض وأسود؟ الفوتوشوب ما بيقراش ألوان، الفوتوشوب بيقرا تشانلز. فكل تشانل من دول، التشانل دي التشانل بتاعة الريد. فلو احنا مثلا جينا هنا هنلاقي إن الأبيض بيعبر عن أقصى قيمة والأسود بيعبر عن أقل قيمة. ففي الحالة دي هنلاقي إن الأحمر بيبقى في أقصى قيمه في الشكل اللي هو المعين الموجود عندي ده، اللي هو ده، في المعين ده اللي هو ما بين الأحمر والماجنتا واليلو. هنا الكل ده موجود فيه درجات أحمر بأقصى قيمة بتاعتها،
وكل ما ببدأ أبعد عن المعين ده كل ما قيمة الأحمر بتقل لغاية لما أوصل للسيان اللي هو ما فيهوش أي درجة من درجات الأحمر. أنزل مثلا على الشانل بتاعتي الجرين هنا كده، هبص هلاقي إن الجرين موجود في المعين اللي هو المحصور ما بين الجرين واليلو والسيان بالمنظر ده كده. أقصى قيمة للجرين هنا في المعين ده خلاص، وكل ما ببعد عن المعين ده بوصل بتقل معايا درجات الجرين لغاية لو ما اوصل للماجنتا اللي هو ما فيهوش اي درجة من درجات الجرين. هفهمكم ده اكتر او اوضح لكم ده اكتر لما افتح قائمة الانفو اللي انا كنت فتحتها قبل كده معاكم تمام، ونرجع للصورة الالوان عادي. وعايزكم تبدأوا تتحركوا في المنطقة اللي فيها الاحمر ده، بصوا على قيم الار جي بي اللي في الجنب او في اليمين التانية واحدة، اتحركوا كده مهما تتحركوا هتلاقي قيمة الار ثابتة اللي هو الاحمر ثابتة على 255 اللي هي اقصى قيمة للاحمر خلاص، وهلاقي ان الجي والبي هما اللي بيختلفوا. طول ما انا هنا اهو بتحرك، شوف انا بتحرك ازاي في المنطقة دي كلها، قيمة الار ثابتة عند ال 255 ما بتتحركش خلاص، واللي بيتغير معايا قيم الجي والبي تمام. فده معنى كده ان المنطقه دي او منطقه من الالوان دي بتتكون من احمر باقصى قيمه ليه وتشكيلات مختلفه او درجات مختلفه من الجرين والبلو تمام. وعشان كده لما جينا في التشانل بتاعه الريد لقيناه ممثل المكان ده بالابيض اللي هو تعتبر صفر اللي هي اقصى قيمه للبلاك او اقصى قيمه للتدخلات الالوان. فبقت عندي من الاحمر 255 هنا اقصى قيمه للاحمر هنا، وابص هنا هلاقي في الشانل بتاعت الجرين ان اقصى قيمه للجرين هنا، وبعدين انزل برضو للشانل بتاعت البلو هلاقي نفس الفكره ان اقصى قيمه للبلو موجوده ما بين الركن بتاع البلو والماجنتا والسيان، وكل ما ببعد عنه بيختفي خالص لغايه لما توصل للمقابل بتاعه اللي هو اليلو اللي ما فيهوش قوي اي درجه من درجات البلو. الفوتوشوب بياخد كل شانل من دول وبيركبهم على بعض وفي الاخر تطلع لي ده، بيروح للبروسيسور بتاع اللون الاحمر يقرا التشانل دي فيعرف ان هنا عندي لون احمر بقيمه 255 وكل ما ببعد عن هنا كل ما اللون الاحمر بيقل تمام. في اي مشكله؟ في حد مش متابع معايا؟ طب الحاجات هنوصل برضو يعني، هو احنا بنوضح البيزكس دلوقتي اللي هو اهميه الالوان ايه، وبعد كده في الحصص اللي بعد كده او السيشنز اللي بعد كده هنفهم دي مهمه فين تمام. في الجرين هنا برضو نفس الفكره، الصوره دي بتروح للبروسيسور بتاع اللون الاخضر في الفوتوشوب فبيفهم ان هنا اقصى قيمه للون الاخضر بيديها 255. يعني احنا لو فتحنا هنا ورحنا ووقفنا هنا دلوقتي كده هنلاقي ان قيمه الجرين في الار جي بي واخده 255 وقيم الار وقيم البي بتتغير، ان هنا ده عباره عن اخضر اقصى قيمه ليه وقيم مختلفه من الاحمر والبلو. ونفس الفكره برضو في الازرق هنلاقي برضو ان الصوره دي بتروح للمعالج بتاع اللون الازرق في الفوتوشوب فبيفهم ان هنا في اقصى قيمه للبلو اللي هي 255 وكل ما ببعد عن ده وبتجه لليلو كل ما قيمه البلو بتقل. وعشان كده بيقوم رايح مركب كل تشانلز من دول، كل تشانل من دول، وتطلع لي الاخرانيه اللي هي الار جي بي دي بالصوره اللي هي فيها الالوان اللي انا اقدر ادرك الالوان فيها. كل تشانل من دول شايله، كل تشانل اللي هو الريد والجرين والبلو اللي هم الثلاثه تشانل دول شايلين 8 بت. فمعنى كده ان الصوره دي بتتكون عندي من 8 و8 و8 24 بت. عدد مقدار الالوان اللي موجود في الصوره دي عباره عن 2 اس 24، يعني عدد الالوان اللي عيني تقدر تميزها في الصوره دي عباره عن 2 اس 24. ده معناه ان الصوره دي فيها حوالي 16.7 مليون لون. دي الالوان اللي انت ايه؟ هو دلوقتي الصوره دي مكونه من 3 تشانل، كل تشانل فيها 8 بت تمام؟ فإن عندي كده 24 بت. مقدار الألوان اللي موجودة في الصورة دي عبارة عن 2 أس ال 24 أو مقدار المعلومات ده، فده معناه إن الصورة دي فيها 16.7 مليون لون تمام؟ 16.7 مليون لون دي مقدار الألوان اللي أنا عيني تقدر تستوعبها تمام؟
بس المشكله بتكمن في ايه؟ المشكله بتكمن ان مش كل الالوان دي انا اقدر اسميها. فعلى سبيل المثال هبص هنا كده هلاقي ان الصوره دي بتتكون من الريد والجرين والبلو، وبعدين الالوان الاساسيه الناتجه عن التداخل بتاعهم اللي هو السيان والماجنتا واليلو. وفي ناس بيقول لك مثلا انا بحب اسمي ده اللي هو البنفسجي، واحب اسمي ده تركواز يعني عندما التسميات اللي احنا هنتبعها اللي هي التسميات الاساسيه بتاعتها اللي هو احنا عندنا ريد وجرين وبلو وعندنا سيان وماجنتا ويلو، هنلاقي مثلا ان بعد كده بيظهر عندي في تداخلات تانية من الالوان. يعني مثلا ما بين اليلو والجرين هلاقي حاجه اسمها اللايم اللي هو الليموني، ما بين الجرين والسيان هلاقي الاكوامارين اللي هو يعني اخضر مزرق، هلاقي ما بين السيان والبلو هلاقي حاجه اسمها الكوبالت، وما بين البلو والماجنتا هلاقي الفايولت اللي هو البنفسجي، هلاقي ما بين الماجنتا والار الروز، وما بين الار والواي الاورنج. ايه؟ لا دي عندي انا في الفايل اللي هو شرحها لي، هتلاقي موجود عندكم فايل اسمه كونتنت هيكس بس بي اس دي. تمام؟ المشكله بتنتج في الجزء اللي احنا يعني بعد كده ان تسميات الالوان دي بتبقى صعبه، يعني انت عندك مقدار كبير جدا من الالوان فيبقى صعب ان انا هسمي الالوان دي ايه ولا ايه. تمام؟ دلوقتي هنقفل الصورتين دول ونفتح الصور رقم 4 و5. الالوان او نظريه الالوان عامه بتتكون من نظريتين، حاجه اسمها الاديتيف كالرز او الالوان اللي بتضاف، والسبتراكتيف كالرز او الالوان المحذوفه او المطروحه. والفكره دي من دي في ايه؟ ان الاديتيف كالرز عباره عن الالوان الاساسيه بتاعي اللي هي الريد والبلو والجرين، وبعد كده تداخلهم او اضافتهم لبعض بيعمل لي الالوان الفرعيه اللي هي السيان واليلو والماجنتا، وبعدين تداخل الالوان الفرعيه دي مع بعضها بيعمل لي اللون الابيض. تمام؟ عشان كده اتسمت نظريه الالوان الاديتيف او اللي بتضاف، لان كل اضافه كل لونين بينتج لي اللون الثالث. دي اللي في المصطلح العام يقول لك دي الالوان الضوئيه، اللي هو تداخل كل لون او بيمثل شعاع من الضوء. يعني هنا مثلا ما فيش الا الطول الموجي بتاع اللون الازرق، وهنا الطول الموجي بتاع اللون الاحمر، وهنا الطول الموجي بتاع اللون الاخضر. شعاع من الضوء ما فيهوش درجات مختلفة من اللون، هو كل شعاع بيمثل لون واحد. فتداخلهم يعمل لي اليلو والماجنتا والسيان، وتداخلهم عندي على الشاشة يعمل لي الوايت. في المقابل هنروح للسبتراكتيف كالرز اللي هي بالنسبة لي بعد كده بتمثل الألوان الطباعة، أو ليه أنا ليه عندي مثلا نوعين من الألوان زي الـ RGB وألوان الطباعة. في الصورة رقم 5 اللي هي السبتراكتيف كالرز هلاقي ان هما النظريه بتقوم على ايه؟ على ان الضوء ما بيخشش على عيني مباشره، هو الضوء بينزل على الماتيريال اللي انا بشوفها، وبعدين الماتيريال دي بتمتص درجات كل درجات الالوان اللي موجوده في الضوء او درجات معينه من الاطوال الموجيه في الضوء، وبعدين بتعكس لي لعيني انا درجات الوان ثانيه. فبينتج عن ده ان مثلا في الجزء ده هنا كده اللي هو مسمى الماجنتا بيسقط كل انواع الضوء، والضوء بيمتص اطوال موجيه معينه وما بيعكسليش الا الماجنتا. تمام؟ وعشان كده ان ظهرت اللي هي الالوان CYMK او اللي هي بيقول لك الوان الطباعه، لان الطباعه الضوء بيسقط على الماده اللي انا هطبعها او البرنتد ماتيريال او الورقه اللي انا بطبعها، وبعدين الضوء ده بينعكس لعيني انا. تمام؟ في مشكلة في ده؟ فكرة واضحة؟ فبيبدأ المادة دي أو الورق مثلا اللي أنا طابع عليه بيمتص كل الأطوال الموجية، فيبقى عندي الماجنتا واليلو والسيان دي الألوان اللي بقت رئيسية، وتداخلهم مع بعض بقى الماجنتا واليلو يديني الريد، والماجنتا والسيان يديني البلو، والسيان واليلو يديني الجرين. طب ليه اسمها CYMK؟ سي اللي هو السيان، والواي اليلو، والام اللي هي الماجنتا، والكي اللي هو البلاك. لا
لان في الحقيقه في الطباعه عند لما الحبر الماجنتا والحبر السيان والحبر اليلو بيتداخلوا مع بعض ما بينتجش لون اسود، اللي بينتج لون اشبه ببني غامق. فعشان اقرب ده للواقع او اقرب الالوان دي للواقع اللي هو التداخل بتاعهم المفروض يديني اللون الاسود، بيبقى فيه دايما شانل رابعه اللي هي البلاك عشان تظبط لي الالوان دي. فلو احنا مثلا رحنا دلوقتي مع بعض عند قائمه ايمج خلاص، ورحنا على مودز تمام كلكم معايا، ونختار المود بتاع سي واي ام كي. اوكي شفتوا ايه اللي حصل؟ حولتها لسي واي ام كي. اوكي دوسي اوكي، اعمل دوسي كنترول زد بس. شايفه اللي حصل لدرجات الالوان؟ انا عايزكم كمان وشايفه وبصي كمان على البانلز في الجنب، هتبصي هتلاقي ان في شانل رابعه بتزيد البلاك تمام. الالوان دي اقرب لالوان الطباعه، ده اللي هيطلع لك ساعه لما اجي اطبع. كل ما الـ بقى في عندي هنا الشانل بتاعت السيان والشانل بتاعت الماجنتا والشانل بتاعت اليلو والشانل بتاعت البلاك. فعلى سبيل المثال انا لو قفت على الشانل بتاعت السيان هلاقي ان السيان هنا واضح معايا والبلو اختفى خالص، والماجنتا بقى يعني تقريبا قرب يختفي، وهنلاقي ان البلو والبلاك والجرين ظاهرين معايا لان كل واحد فيهم فيه درجه من السيان، فعشان كده هم ظاهرين في الطباعه. لو وقفت على الماجنتا هلاقي ان لان السيان طبعا هو المقابل ليه، فهبص هلاقي البلو هلاقي ان السيان اختفى تماما، واليولو كمان برضو اختفى تماما، والجرين اللي هو تداخل اليلو والسيان اختفى تماما، وبقى في الريد والبلاك والبلو لان كل واحد فيهم في درجات من الماجنتا. لو وقفت على اليلو هنلاقي ان الماجنتا برضو يعني تقريبا شبه اختفى خالص، كله اختفى معايا اهو، والسيان تقريبا قارب على الاختفاء، والتداخل اللي هو البلو ما بين السيان والماجنتا اختفى، وفضل معايا الريد والبلاك، كل ان كل دول في منهم درجات من اليلو. ولو جيت وقفت على البلاك هلاقي كله اختفى، كله اختفى وفضل معايا البلاك بس، لان البلاك ده شانل لوحده بيعرف المنطقه بتاعت التداخل دي، لان فعليا تداخل الالوان دي بيديني بني تاكن او بني غامق. خلاص اللي حصل في الصوره ده ليه؟ الار جي بي بتبقى لون الصوره فيها فاتحه قوي والالوان فيها حيه شويه ومضيئه كده، والسي واي ام كي بتبقى ضل كده او غامقه او الصوره مقفوله زي ما بيقولوا كده. دي حاجه بنسميها في الالوان اسمها الكالر سبيس. الار جي بي الوان ضوئيه قدرتها على انها تحمل مقدار من الـ من الـ من الاوبشنز تداخل الالوان اكبر من الـ من السي واي ام كي تمام. سجلوا معايا. الار جي بي الالوان الضوئيه قدرتها على انها تحمل مقدار من تداخلات الالوان اكبر من السي واي ام كي. هوضح لكم الكلام ده في ان احنا نفتح الصوره رقم 6 اللي اسمها فروت، نفتحها مع بعض على الفوتوشوب دلوقتي. تمام كلنا فتحنا الصوره اللي اسمها فروت. هنختار من التول بار اللي موجود على شمالي اللي هو الكالر بيك تول او الاي دروبر تول اللي هي اول تول دي، هنختارها واقوم رايح مثلا جاي دايس بيك على البرتقال. خلاص وافتح الكالر انفو او سوري مش الكالر بيك تول، هلاقي الكالر سامبلر تول اللي هي تالت واحده. خلاص هدوس بيك على البرتقال مثلا، هبص هلاقيه سايف لي قيمه هنا باسم رقم 1 بيقول لي مثلا ان اللون اللي انا دوست عليه ده في مقدار الاحمر 209 ومقدار الجرين 95
ومقدار البلو صفر. خلاص، دي الالوان اللي موجوده في الجزء ده، او ده مقدار تداخل الالوان في الجزء ده. انا عايز دلوقتي نروح مع بعض على قائمه اديت. خلاص، فتحنا قائمه اديت، ننزل على حاجه اسمها اساين بروفايل. هيظهر معايا بوكس زي ده كده. عايزنا دلوقتي كلنا نفتح البوكس ده وننزل على الاوبشن اللي اسمه برو ار جي بي. شفتوا اللي حصل للصوره؟ ايه اللي حصل؟ الصوره دي ار جي بي، ودول اللي هم البروفايل، او دول اسمهم، دول عباره عن الكالر سبيسز بتاعتي. دي الامكانيات المختلفه لتداخل الالوان في الصور. فانا لو جيت هنا مثلا ودوست، هلاقي ان الالوان، النقطه اللي انا اخترت فيها الالوان اللي هي داش واحد دي، لسه زي ما هي، لسه الالوان فيها 209 وفيها 95 وفيها 0. الالوان ما اتغيرتش، اللون درجاته ما اتغيرتش، بس اللي اتغير امكانيات اللون، امكانيات او الطرق اللي ممكن يظهر لي بيها اللون الواحد. تمام، فاهمين الفكره دي؟ دوسي اف 8. ما هو روحي على التول بوكس. تمام، ثواني نقفل دي. روحي على التول بوكس، وبعدين اختاري كلر سامبلر تول، ثالث واحده. تمام، خلاص ظهرت معاك الكلر سامبلر. دوسي على البرتقال مثلا. ماشي، خلاص روح قائمه اديت، وبعدين نختار اساين بروفايل، ونختار مثلا منه اللي هو البرو فوتو. هنبص هنلاقي ان اللي حصل الالوان فضلت زي ما هي، الار فضلت 209، الجرين فضلت 95، البلو فضلت صفر، بس اللوك مع ذلك الصوره بقت الالوان فيها افضل، بقت الالوان فيها البرايتنس بتاعها والكونتراست بقى عالي وبقت اوضح. ده اسمها امكانيات اوكي، الامكانيات اللي ممكن يظهر بيها اللون. على سبيل، فمثلا لو احنا مثلا واحنا واقفين برضو على نفس الصوره بنفس بتاع، نزلنا على الاس ار جي بي، هبص هلاقي ان الصوره اغمقت. نزلنا كلنا على اس ار جي بي، هبص هلاقي الصوره اغمقت مع والالوان بقت الحيويه بتاعها قلت، ما بقتش زي الاول، مع العلم ان برضو الصوره ما اتغيرتش، ما زالت الار الالوان اللون الاحمر 209 والجرين 95 والبلو صفر. فده الكالر سبيس. الاس ار جي بي دي اللي هي بتمثل عندي الشاشه البيزك قوي، اللي هي الشاشات القديمه بتاعتنا والتلفزيونات القديمه، كانت بتعتبر شاشه اس ار جي بي، شاشه الكالر، او دي بتعتبر بتمثل عندي الشاشه البيزك، بالرغم ان دلوقتي خلاص تقريبا الشاشات دي ما بقتش تستخدم، ومعظم الشاشات بقت ال سي دي ولد وكده، فكلهم تعتبر بتمثل اكتر اللي هو البرو فوتو. المهم الفكره من هنا وضحت ان الار جي بي ليه دايما على اللابتوب عندي، ساعه لما ببقى شغال ار جي بي مثلا وبحوله سي واي ام كي، بيبقى الار جي بي اكبر او اوضح، او الالوان فيه احسن، لان الكالر سبيس او الامكانيات تداخل اللون في الار جي بي اكبر من سي واي ام كي. ملحوظه صغيره، احنا دايما ما بنحولش، او انت ما بتضطرش تحول الصوره مثلا عند الطباعه قبل ما تشتغل عليها لسي واي ام كي، الا لو انا هطبع على طبعه بروفيشنال فور باس. الفور باس اللي هي الطبعه دي بتاخد اربع الوان بس، اللي هو بتاخد كارتج انك سي اللي هو السيان، وكارتج انك يلو، وكارتج واي ام اللي هو الماجنتا، وكارتج انك او حبر بلاك، يعني بتاخد حبر ساين وماجنتا ويلو وبلاك، بتاخد الاربع الوان دول. غير كده لو انا مثلا بطبع على برينتر ديسكتوب عادي اللي بتبقى معايا في مع الكمبيوتر، او اي برينتر تانية عاديه، ما بحولش للسي واي ام كي، لان ببعتها ار جي بي عادي، وجوه البرينتر نفسها بيبقى فيه بروسيسور بيحول الصوره لنظام الالوان اللي هي شغاله بيه. فدي
المانيفاكتشرر او مصنع البرينتر ده هو بيبقى مظبط البرينتر بتاعته على اساس ان هو يشتغل على النظام ده. فانا ببعتها ار جي بي عادي وهو بيحولها لنظام الالوان المناسب للبرينتر. في الجزئيه دي احنا خلاص فهمنا يعني ايه الفرق ما بين البيت ماب والجري سكيل، وفهمنا الفوتوشوب بيقرا الالوان ازاي، فهمنا الادابتف اللي هو الاداتيف كالر اللي هي الالوان المضافه اللي هي بتمثل الفيزياء العاديه للالوان، لان في الفيزياء بنعتبر ان الالوان عباره اشعه من الضوء، وكل شعاع من الضوء تداخله مع شعاع تاني باطوال موجيه مختلفه بيديني الالوان التداخلات ما بينهم. فهمنا السبتراكتيف كالر اللي هي بتمثل نظريه الالوان الالوان الطباعه، وفهمنا يعني ايه الكالر سبيس. عند الجزئيه دي انا هوقف الفيديو دلوقتي عشان ما يبقاش طويل عليكم.